Elite, elle est parmi les objets les nachars en fait, Daniel. Les claps. Chez les Rehan, ingénieur en informatique et surtout, Hadi Am Haja, passionné par le cinéma et tout ce qui est art visuel. Ingénieur, dit fi Benzart, بعد الباك j'ai eu une licence في l'informatique. بعد مشيت لفرنسا غادي كملت قرايتي وتخرجت en tant qu'ingénieur en informatique وفي surtout في السلامة المعلوماتية. باهي الكارير نتاعي هي ديجا بديت لبرا في الدومين تاع الفن والار فيزويل. دونك بديت en tant que figurant. دونك مثلت هكا عيطولي شوية برامج, مثلت في برامج تاع في تي اف 1, في دي سيري معروفين شويه كيما لوبان, دورت في سيزون ثانيه نتاع لوبان, دورت في سيري كانال بلس اسمها باري بوليس, وفما برنامج كيما ليكيفالون تاع رفعت الجلسه في تونس اسمه كرونيك كريمينيل. دونك وين عملت غادي ثلاثه دور ثلاثه مرات, جسدت هكا دور الضحيه ودور القاتل هكا باش نحاولوا نوضحوا كيفاش الجريمه تصير, كيفاش نفهموا العبيد كيفاه الحكايه كل بتاع القصه صارت. الفيلم تاعي كيما تعرف اسمه سترينج افير, فيلم تخدم من 2018 على عامين, تخدم 2018 2019 مع انا مي تري بون امي مو سينماتوغراف نحيي بالمناسبه مين حموده. الفيلم تخدم بالانجلي خاطر حبينا نسيبليو اكثر كاتيجوري نتاع عباد معينه, وفي كو لونجلي سي لونغ انترناسيونال دونك حابين اكثر عباد. انا جي با فيزي التوانسه ما نكذبش عليك, جي فيزي بلوس العباد اللي يحكيو عندهم في الكولتور نتاعهم لونجلي. علاش عملت الفيلم؟ انا مغروم, قلت لك مغروم بالسينما, وحبيت ندخل للدومين هذا اترافيغ ان بروجي نعمله وحدي خاطر جي شيرشي انا هكا ايور, جي في هكا كونتاكتيت شكون هكا باش ندخل معاه. مي الدومين تاع السينما كي تبدا يعني من الاول بالكل ياسر صعيب, كلكو سوا في تونس ولا برا. دونك حبيت ما لقيتش حل اخر سوا ندخل كان بحاجه نعمل هنا, هذيك هي الفايل الوحيده اللي لقيتها, ندخل بالدومين هذاك بحاجه نعمل هنا. مشينا عكس الميثود كلاسيك اللي هي نورمالمون يعني تبدا عندك سكريبت حاضر, تعمل مونتاج, تعمل من بعد سينماتوغرافي نتاعك يعني تصور وتعمل الايديتينغ المونتاج. احنا عملنا عكس الميثود كلاسيك وقتها, اون افي معناش ما كانش عندنا برشا وقت هكا باش نقابلوا ونحكيوا مع بعضنا نكتبوا سيناريو. دونك عملنا عكس الميثود كلاسيك, بديناها بالتصوير ديسان, بعد سولون الماتيريال اللي عندنا كتبنا هكا نص وحوار وبرشا حفازات هكا, وبعد عملنا الايديتينغ ولحقنا كل شيء سولون الكتيبة اللي عندنا, وجات حاجة هكا كل غامضة شوية وصامبر وكل واحد يفهم سولون الماضي نتاعو, فهمتني؟ أنا نحب نكون ممثل كو مخرج, جو بريفير نكون ممثل, هذيك هي يعني نحب يعني جو مافيش ديفون لا كاميرا ونحب هكا نحكي قدام الكاميرا, نحب العباد يتفرجوا فيا. أما برشا عباد سورتو من لونتوراج نتاعي قالوا لي راك يعني كسيناريست خير تظهر لنا خير من ممثل, خاطر دو ان انا مانيش قاري سينما ومانيش قاري اخراج, اما يعني لازمك ديكور دو تياتر. قالوا لي باش هكا تحسن شويه تدخل شويه في الدومين. مغروم بالميوزيك بالجيتار سورتو, العب جيتار نحب هكا نغني شويه ساعات, كنت نلعب جيتار. دونك مغروم تو سكي يعني الفن هكا الروك اند رول هذيك هو غرام. احسن فيلم تفرجت فيه وما ننساش واللي عاودته برشا مرات والفيلم وديجا سترينج افير مانسبيري منه هو ميمنتو كريستوفر نولان, خرج عنده توا اكثر من 20 سنه. فيلم يمشي بسلم زمني اسوندون بعد ديسوندون باراليل, فما دو زاكس و بيرسوناج عايش دي تروبل بسيكولوجيك كيما البيرسوناج تاع سترينج افير. دونك هذاك اكثر فيلم ما نجمش ننساه حياتي كل. الصعوبات اللي واجهتها بون ما في كو الفيلم عملته مع الاكثريه مع الانتوراج نتاعي ومع صحابي, دونك ما واجهتش برشا صعوبات خاطر صحابي كل يعرفوني ومرتاح معاهم كل شيء. جوست يعني فما مره
يعني وقت استحقينا باش نصوروا بالدرون. قعدنا برشا على اعصابنا خاطر اللي معنا سيد يعطيه الصحة ويجي وعنده درون وكل شيء، ما قعدنا على اعصابنا خاطر ما عندوش رخصة. دونك قعدنا هكا فما حاطين زوز يعسوا في خدمة ثلاثة يعسوا منها يعني فماش شكون يجي هكا نهبطوا الدرون. قعدنا على اعصابنا نطيروا في الدرون ونهبطوا ونطيروا ونهبطوا، هذيك أكثر حاجة يعني نتذكرها وأكثر أوبستاكل. اوف كورس عبد الحميد بوشنيق عنده التكنيك نتاع عنده امتي ستيل امريكان هكا، وعنده كل يحب على الانفيرونمون هوستيل وكدم. دوتو ماهوش ساهل جمله خاطر حسب ما شفتها يعني، وحسب لازمك ديما تعرف شكون هكا يعرف شكون مش عايز يدخلك في الدومين. والاكثريه الافلام اللي قاعدين يصيروا ريسامون مشكل يعني يتعديوا سون كاستينغ. انا حكيت مع دي اكتور قالوا لي راهم نعرفوا كوستوميير باغ اكزومبل، نعرفوا بروديكتور، اما مين ديما فما لابوش اوغي هكا. علاش قلت لك دومين هذا صعيب؟ وحتى كنت تبدا ممثل موهوب يعني لازمك ديما تتعدى باش تكون ولا تكون تبدا فيش ولا تكون يعني عبد ممثل قبل. باهي تو سامبلومون على خاطر الفيلم تاعي سي ان بروجي يعني تري تري اماتور، اول مره اكسبيريمونتال حبيت نجرب فيه روحي، نجرب فيها الريفليكسيون تاعي، وسورتو يعني ما حاطط فيه برشا ميوزيك ما عنديش الكوبي رايت نتاعها. دونك تو سامبلومون مش بتاعها في السينما ومش بتاعها يعني في اللي في الشباب. هذه هي هذا هو السؤال اللي حاجتي بيه. لا جمله الوغ لا فرنسا سي كيما نقولوا باسيريل اونتر هكا كيما نقولوا في كل كثنية المدل في الوسط ديت باش نمشي للديستنياسيون اللي نحب نستقر فيها اللي هي امريكا. والله ما تكلفش برشا الفيلم راه يعني مش اللي يسمع تقول ملين احكي في البارتي الاولى كيف تكلفت لي سيجار وبرك ديجي يهضر في سال الفيلم وقت كيفت وطيشت. البارتي الثانيه كلفت لي ان بو بري مليون 300 اورو. نقاط الضعف العمل تاعي ديما نرجع نقول لك نقص في الخبره في الدومين تاع الاخراج وسورتو التمثيل اللي هو يعني ناقص مازال ناقص كيك سوال انا التمثيل تاعي انا التمثيل تاع ليكيب تاعي خاطر مون نعاودك سي با دي بروفيسيونيل جوست يعني حبينا نلمو بعضنا لمي صحابي نعرفهم وقلنا خلينا نعملو بتي بروجي نبداو بيه. الفيلم الثالث نخمم باش نعمل فيلم سترينجر فيل تروان ساكر بيه تريلوجيا هذيا. ديجا بديت نكتب في السيناريو وان شاء الله وسط 2022 نصور. دومين السينما راه دومين تري 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 باسيونون يعني كي تبدا كي تبدا مغرومين بيه ديما حاولوا تطمحوا لحاجة ما خير حاولوا توصلوا بيه الدومين هذيك خاطر الدومين خلاف اللي هو ننساو لو كوتي يعني لو كوتي ماتيريال لو كوتي تحب تطلع بيه وتخلص ولا شنو كوتي ديما يعني يخليك تو في دو بليزير تو في دو بليزير كي تعملو وكبشو في دومين هذاك خاطر ياسر مزيان. F2R